ابنك عمره 5 سنين وصار الأسبوع ميت؟ صار الأسبوع إيه، هذا الأسبوع الثاني طبيت بيه، بس أني من توفى مو يعني ما كنت جيت بغير مكان. تمام، بيها قلت له يعني توفى ابن خاله، ما قلت له ابني، قلت له توفى ابن خاله. قال صدق؟ قلت له والله. قال يلا الروم كله ينقلب حداده. قلت له لا علي، من هو كان اليوم حفلة في عيد ميلاده. قلت له لا ما سوي، لا سوي اي شيء يوم حفلة في عيد ميلادك، حتى انا اطبيك وعايدك، بحيث يعني فرغت كل شيء لأجله. لقيتها البنية المشرفة قاعدة يمين، قلت له مو هي قالت لي هاي مو شريفة انتي؟ شفتها قاعدة يمك لزمتها وطردتها. لحظة 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 لحظة، ابنش ميت عمره 5 سنين، يم بيت خواه ضرب بالماطور، بيوم اللي مات ابنش انت طبيت صاحبك، بيوم اللي ابنش ميت، بيوم وفاة ابنش بس عمره انا ما اقدر اروح له، ابنش بحيث انا خمس ما اقدر اروح. سنين ورحتي له ولا ما رحتي له، بيوم وفاة ابنش عمره 5 سنين نفس اليوم ابنك ميت بيه، بنفس اليوم بنفس اللحظة انت مخاورة حبيبك العسكري المتزوج اللي يضحك عليك، بيومها انت عفتي يا ابنك وعفت هذا والدنيا والأمة، ابنك ترى هو باي ذا واي يعني اوكي، وطابة تسوي له حفلة عيد ميلاد بالروم يمه، اقولش بس بلا زحمة لو سمحتي، انت شاربة شي؟ لا ما شاربة شيء، ابني صار الاسبوع بس ميت أني، وصاعدة بس وينادي أني ما ايش ابن الصالح.